السلام عليكم خوتي العزاز، مرحبا بكم مع أخوكم محمد آدم في قناة محمد آدم. لازم دائما نتعلم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. الفرنسيس حابين يخسرونا اسم محمد صلى الله عليه وسلم، حابين يوسخوا الصورة تاع نبينا عليه الصلاة والسلام. احنا لازم ننصروا نبينا صلى الله عليه وسلم. خوتي الأعزاز، أضعف الإيمان لازم نديروا المقاطعة للمنتجات تاعه، ماشي معنتها كل واحد عايش فرنسا ما لازمش يأكل منتجات. كاين منتجات إسبانية، كاين منتجات إيطالية، كاين منتجات ألمانية. خوتي الأعزاز، هذا الوقت برك، الوقت هذا الصغير لازم نضربوهم في الاقتصاد تاعهم، لازم ندعموا المقاطعة باش يتربوا ويتعلموا واش معناتها كي يلمسوا النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله واكثروا الصلاة عليه. نحبكم في الله، صلوا على رسول الله، معكم محمد آدم. وكما ضربونا الشرف تاع النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق، احنا نضربوا لهم الاقتصاد تاعهم، لأنهم هما عبدة المال ويخافوا على اقتصادهم أكثر من كل شيء. نديروا اليد في اليد ونضربوا الاقتصاد الفرنسي حتى يطلبوا السماح. صلوا على رسول الله.